وخالق الإنسان على أحسن تقويم، وجاعل له درب الهداية خلاصا، وحسن الخلق والأدب دراية ونبراسا. الحضور الكريم، إخواني وأخواتي، مع حفظ الألقاب والمناصب، شكري وتقديري إلى إدارة بيت المسن والعاملين والعاملات على هذه الخطوة الطيبة بإقامة يوم العائلة احتراماً وتقديراً وعرفاناً لآبائنا وأمهاتنا المسنين والمسنات، والذين كان لهم القسط الوافر، تاركين بصمات ناصعة البياض في بناء أساس متين لمجتمع صالح وسليم مبني على القيم الخلقية والمبادئ الإنسانية والأداب الاجتماعية والتعاليم الدينية، استعداداً للدار الآخرة التي وعد الله بها عباده المتقين. وسأتطرق في كلمة هذه إلى دور العائلة في بناء المجتمع الصالح، سيما ونحن نعايش فترة من أسوأ ما عرف التاريخ تدهوراً خلقياً وابتعاداً عن القيم والمبادئ الإنسانية والتقاليد والعادات الأصيلة. نتخبط في أزمات اجتماعية متأثرين بحضارات بعيدة عن حضارتنا، طغت علينا المادة مندفعين وراءها بحضارات بعيدة مندفعين وراءها لا نسأل من أين وكيف. ولعل اهتمامنا بأولادنا وبمصالح مجتمعنا أصبح هامشيا وليس في أعلى سلم الأفضليات. وفي هذه المناسبة المباركة أقول أن للبيت والعائلة دورا مركزيا في بناء مجتمع سليم، فالأسرة هي المجتمع الصغير وتعتبر النواة، وهي أصغر وحدة اجتماعية في تكوين المجتمع الكبير، وهي المربي الأول للفرد من الأولاد والبنات. فيها ينشأ ويترعرع وتتكون شخصيتهم ويخرج إلى المجتمع. فالأسرة إذن هي القاعدة الأساسية في بناء مجتمع صحيح وسليم. فإذا بنيت القاعدة على القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والتعاليم الدينية، وإذا كان الجو العائلي مبني على الاحترام المتبادل والتآلف والمحبة والإخلاص والصدق والأمانة والمحافظة والأريحية والشهامة، فذلك أكبر مساعد لصيانة النشأ الجديد والأجيال القادمة. والمجتمع الذي أساسه قوي لا يضعف أمام الصعاب. ومن الجدير ذكره أن القيم الخلقية لا تأتي بالوراثة، بل تكتسب بالعلم والتربية الصحيحة والممارسة. فالمدرسة تلعب دورا هاما في التربية الخلقية وبناء المجتمع، مكملة للتربية البيتية الصالحة. وكما يؤثر سلوك الوالدين على مفاهيم الأسرة، كذلك يؤثر سلوك المعلمين والمعلمات وقدراتهم وطريقة تعاملهم مع الطلاب على سلوك الطلاب. فتدعيم القيم الخلقية من قبل المعلمين والإدارة والتأكيد على ممارستها العملية في المجتمع المدرسي لهو عمل مقدس لبناء مجتمع صالح. وللمدرسة أيضا دورا هاما في التعايش السلمي، فالمدرسة تجمع بين جدرانها طلابا وطالبات من عدة طوائف. فدور المدرسة هام وصعب، إذ يتوجب عليها إيجاد القواسم المشتركة وتركيزها في بوتقة واحدة يستمد منها جميع الطلاب
أسس التعايش السلمي والمحبة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز ويقوي المجتمع. فكلما رسخت المبادئ الإنسانية والقيم الإخلاقية في الطلاب والطالبات قل التأثير السلبي عليهم من المحيط الخارجي. وقد دلت الأبحاث على أن تأثير أبناء الجيل على بعضهم البعض أقوى من تأثير المدرسة والبيت. فإذا كان التأثير إيجابيا فحبذا، وإذا كان سلبيا فدور الأسرة يبقى الدور المركزي بمراقبة سلوك أولادهم والقيام بعملية الإرشاد والهداية والتوجيه والتقويم. كما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ أبو صافي على هذه الكلمات النيرة. كان من المفروض أن تكون معنا الشاعرة هيام قبلان، ولكنها اعتذرت لأسباب صحية، فنتمنى لها الشفاء. سنكون الآن مع كاتبة صغيرة أماني نصر أبو سعدة لتسمعنا قصيدة بالعنوان. تفضلي أماني. مساء الخير. بحب أهدي هاي القصيدة لعائلتي الصغيرة، بحب أهديها كمان لعائلتي الكبيرة اللي هي أهل الكرمة. رح خرفكو قصة عيلي حوطة بالحب من كل ميلي، لوحة ربانية ملونة بالحنية، فيها أحن أم وأب يحميهن الرب، فيها ستي وجدي الختيار بيروي قصة أبو عبد الله المختار، فيها خيي فيها خيي وأختي الأطياب، صفحات حبهن بقلب كتاب. وبعده جدي، بعده جدي زي ما كان مزين ببياض اللف زي زمان. وطلت ستي، طلت ستي بعيونها الكحل تجلى، كلامها كلامها بريحة الماضي تحلى. وأمي، وأمي أروع كلمي بالوجود، يا وردي سخية ما إلها حدود. وبيي، وبيي رمز الكرامي في وصفه عجز كلامي. هاي هي عيلتي الصغيرة، هاي هي عيلتي الصغيرة، وانتو عيلتي الكبيرة. حروفها، حروفها سيوف من ذهب، واسمها، واسمها